أطفالنا الحلوين، أهلا وسهلا فيكم بجمعية شهد قسم الدعم النفسي الاجتماعي. اليوم ببرنامج الحق في اللعب رح نلعب لعبة النفخ. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكوا كل شي جديد. أهداف جلستنا لليوم: تمرين عضلات الفم. من خلال النفخ رح نمرن عضلات الفم عنا، وكمان رح نتسلى وننبسط. التسلية والمرح. رفقاتي الحلوين، خلينا نشوف الأدوات اللازمة لحتى نلعب لعبتنا. أول شي نحن بحاجة لكفوف طبية جديدة. كفوف طبية جديدة يعني كفوف نظيفة. رح نطلب من ماما تعطينا كفوف نظيفة. وكمان نحن بحاجة لأكواب بلاستيكية، فيكو تنقوا الألوان اللي انتو بتحبوها. ونحن كمان بحاجة يا رفقاتي يا حلوين لشاليمون، الشاليمون اللي منحطه بقلب الكاسة حتى نشرب العصير. كمان نحن بحاجة لقلم خطاط أو قلم تلوين مائي. وبعد ما نحضر الأدوات رح نطلب من أفراد عيلتنا الحلوة إنهم يلعبوا معنا حتى نضل مبسوطين وفرحانين على طول. شوفوا كيف خبأنا الكوب، حطينا الشاليمون بقلبه، وهلأ رح نجيب الفرشة الطبي رح نرسم عليه أي شيء نحن بنحبه. فينا نختار أي شكل. شوفوا هون سمايلي فيس رح نحط أسرع أسرع أسرع. شطورة شطورة، برافو. شوفوا كيف عم بتمرن عضلات الفم، عملت منهم آخر شي ألعاب ربطتهم. رفقاتي الحلوين، وهلأ إجا وقت أسئلة النقاشات. عجبتكم اللعبة؟ كانت اللعبة سهلة أو صعبة؟ شو كان عم بعمل كل واحد منكو خلال اللعبة؟ ومين كان الأسرع في النفخ؟ أحبائي الأطفال، شكراً على حسن المتابعة. إذا عجبتكم اللعبة الرجاء اشتركوا بقناتنا وفعلوا الجرس حتى يوصلكوا كل شي جديد.